هلا everybody حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في حل وشرح تدريبات lesson 5 and 6، الدرس الخامس والسادس في الوحدة الأولى في كتاب المعاصر. تعال نشوف كده موضوع reading اللي هو مديهولي، بيكلمني عن حبيبة مرزوق achieves her dreams. حبيبة مرزوق achieves her dreams، بيقول لي حبيبة مرزوق is a gymnast. قلنا كلمة gymnast يعني لاعبة جمباز. She is a teen and lives in Cairo. خلي بالك، يبقى live in معناها يعيش فيه، تاني live in معناها يعيش فيه. Lives in Cairo with her family. وخلي بالك ان هي عشان مفرد بتاخد فعل فيه s or es. فبقول لي حبيبه has a very busy life. قلنا very busy life يعني حياه مليئه بالعمل. She goes to school and she studies. يبقى لاحظ دايما مع she اهو فعل فيه s، فقولي goes فعش اقول go. And she studies، شوف بتذاكر أو بتدرس برضو، قال she studies، ما ينفعش أقول she study. In the evenings في المساء she trains، خلي بالك من الاس اللي جاي مع she، يبقى she trains for 5 or 6 hours لمدة 5 أو 6 ساعات. She is a top gymnast in Africa، يعني هي لاعبة الجمباز الأولى في أفريقيا. And she wants to go to the Olympics، طبعا نفسها تروح الأولمبيكس، الألعاب الأولمبية. بقولي حبيبة's family always helps her. She eats healthy food، بتاكل طعام صحي. So that she can stay strong. وانا جماعة كلمة stay strong معناها تبقى قوية. Gymnastics is a difficult sport. وخلي بالك ان gymnastics دي لعبة، ما يغركش الاس اللي موجودة هنا، لكن بتاخد is ما بتاخدش are. يعني قول gymnastics is، اوعى تقول gymnastics are. A difficult sport لانها رياضة، يعني هنا مش جمع ولكن هي رياضة، نوع من أنواع الرياضات، ولكن في الاس أصلية فيها، فبالتالي هقول is ما أقولش are. A difficult sport but it makes her happy، ولكنها تجعلها سعيدة. تعال نشوف الموضوع تاني. بقول my name is عمر، يعني أنا اسمي عمر. نبيلة is my sister، يبقى هيبدأ يتكلم عن الأسرة هوت أو أخته. نبيلة is my sister، she lives with me and my family، عايشة معايا أنا وأسرتي انضميتها. Her favorite food is fish، يبقى طعامها المفضل هو السمك. I like cheese، أنا بحب الجبنة. We have the same hobbies، وقلنا كلمة the same يا حبايبي معناها نفس، يعني عندنا نفس الهوايات. تاني عندنا نفس الهوايات. We like swimming، we go swimming on Saturday، بننزل للسباحة يوم السبت. خلي بالك إن الأيام كلها بتاخد حرف الجر on. And Sunday، ويوم كمان الحد. My sister plays chess، أختي بتلعب شطرنج too. وقلنا تو لما تيجي في نهاية الكلام قبلها كوما يبقى معناها أيضا. I don't like chess، أنا ما بحبش الشطرنج. خلي بالك قلنا نفي في المضارع البسيط بيبقى don't أو doesn't. هنا أي طبعا تاخد don't ما تاخدش doesn't. طبعا don't و doesn't بيجوا وراهم الفعل في المصدر. فبقول how old is نبيلة، كم عمر نبيلة؟ She's 12، عندها 12 سنة. That's the same as me، ده نفس عمري. I'm 12 too، يعني أنا عندي 12 سنة أيضا. تعال نشوف يلا التمارين اللي على موضوع reading ده. بيقول لي is a difficult sport but it makes me happy، هي رياضة صعبة ولكنها بتجعلني سعيد، طبعا دي gymnastics. number 2 بيقول لي the athlete is hard to be in the next Olympics، يعني عشان يكون في الأولمبيات اللي جاية أكيد هيتدرب كويس، يبقى is training hard. وخلي بالك إن is بيجي وراها verb plus ing. the next is a she practices a lot to win a medal، طبعا بقول سارة ايه وبيقول لي بتتدرب كتير يبقى gymnast. number 4 athletes work hard to their school studies their friends and families. قلنا يا جماعة كلمة balance، balance بمعنى يوازن بين، تاني balance معناه يوازن بين. number 5 محمد رشوان is a top athlete، طبعا لاعب ألعاب قوة الأول. who won a silver medal، كسب ميدالية فضية in the in Los Angeles، طبعا هنا كسب الميدالية الفضية في الأولمبيات، والأولمبيات اسمها أولمبيكس، تاني الأولمبيات اسمها أولمبيكس. تعال نشوف number 6 good students work hard to their dreams، طبعا الطلبة الجيدين بيعملوا ايه عشان يحققوا أحلامهم؟ أكيد achieve their dreams يعني يحقق أحلامه، تاني achieve their dreams يعني يحقق أحلام. تعال نشوف number 7 بيقول لي نبيلة and عمر like they always go to the sea، طالما دايما بيروحوا البحر أكيد هيحبوا رياضة مائية وهو swimming اللي هي السباحة. A busy person is always، يعني الشخص المشغول دايما، يترى talking ولا walking ولا going ولا doing something. بيقول لي مشغول يبقى أكيد على طول بيفعل شيء، يبقى doing something. And the next do some exercises، يعني اعمل تمرينات with A to do better in the exam،
عشان تأدي بشكل كويس في الامتحان يبقى do some exercises with a partner. قلنا يا حبايبي كلمة partner ده اللي هو الشريك. The next, our science teacher made some to make the lesson easier. طبعا بيقول لي مدرس العلوم بتاعنا عمل ايه عشان يخلي الدرس سهل او الدرس اسهل. فاكيد هنا diagrams. قلنا كلمة diagrams يعني رسوم توضيحية. تاني diagrams يعني رسوم توضيحية. The next, number 11, the policeman asked me to give a of the thief I saw. بيقول لي رجل الشرطة طلب مني ان انا ادي ايه للحرامي اللي انا شفته. يبقى اكيد هيطلب مني ان انا ادي وصفه. الوصف اسمه description. Description is the opposite of strong. طبعا strong معناها قوي. يبقى اكيد الopposite بتاعها اللي هو العكس او المقابل. عكس كلمة strong is weak, وكلمة weak بمعنى ضعيف. How long will you in Egypt? قال لي for 3 weeks, 3 أسابيع. يبقى أكيد بيقوله المدة اللي أنت هتقعدها في مصر أو تمكثها في مصر يبقى stay in Egypt. The next, number 14, Salma eats food so that she can stay strong. بيقول لي سلمى eats, سلمى بتاكل إيه food, so that she can stay strong, عشان تخليها قوية. أكيد عشان تخليها قوية فهتاكل healthy food يعني طعام صحي. تعال نشوف number 15, بيقول لي gymnastics ألعاب الجمباز helps you to stay strong. قلنا تبقى قوي يبقى stay strong. Stay strong. حبيبة مرزوق is a gymnast in Africa. حبيبة مرزوق is a gymnast in Africa. قلنا الأولى في أفريقيا يبقى top gymnast. Top gymnast يعني الأولى. Is a school subject. طبعا لو بصينا في كل اللي تحت ده عندنا mathematics, عندنا athletics, عندنا olympics, عندنا gymnastics. طبعا اللي هنا مادة دراسية هي mathematics اللي هي الرياضيات. قلت لكم برضو الاس اصليه في الكلمه يعني الاسم اسماء المواد لا تعد. ما اقدرش اقول mathematics or, لا لازم اقول mathematics is. The next, will the coach, المدرب يعني, is the players train very hard to get ready for the league. وطبعا ليج هنا معناها الدوري, او الايجيبشن ليج معناها الدوري المصري. فعشان كده بقول the coach is the players train hard. اكيد the coach made the players train hard. وانا قلت يا حبايبي كلمة make لما يجي وراها مفعول بيجي وراها مصدر او صفة. عشان كده اقول the coach made the players train very hard. تعال نشوف الجنرال exercises. طبعا اول واحدة المفروض ان انا listen and choose, هسمع وبعدين هختار. طبعا في القطعة بتاعت سماعة بيقول لي gymnastics is a difficult sport, the gymnast must train for many hours daily, he must balance his hobby work and study, he always wants to achieve his dreams. Achieve his dreams. تعال نشوف بقى. بيقول لي gymnastics is a, اكيد حوله difficult sport يعني رياضة صعبة. The gymnast a for many hours daily, اكيد trains يعني trains يتدرب. The next, a gymnast must a his hobby work and study, يبقى لازم يوازن بين الهواية وبين العمل وبين المذاكرة. يبقى اكيد balance. The next, the gymnast always wants to a his dream or achieve his dream, يعني يحقق حلمه. Tua is talking to Lynn. Tua بتقول لها this is a photo of my cousin, بتقول لها دي صورة لابن عمي او بنت عمي. فطبعا لابن عمي عشان هنا بيقول his. فبتقول لها what's his a, قالت لها it's Faris. طبعا يبقى هنا بتسألها عن الاسم, يبقى what is his name. What is his name, what's his name يعني ما اسمه. قالت لها it's Faris. قالت لها old is he, قالت لها he's 14. طبعا بسأل عن السن او العمر بكلمة how old. How old is he, he's 14. Where does he, اين هو ايه. يبقى where does he live, اكيد يعني اين يعيش. ليه يا مستر؟ عشان قال لي تحت he lives, وهنا خلي بالك زود اس في الإجابة عشان كان في does. ولما يكون في does في السؤال لازم وانا نازل ازود للفعل اس لاني بشيل does. He lives in Giza. طبعا عارفين ان البلاد بيجي معاها حرف الجر ان, يبقى he lives in Giza. Which foods does he love, which food does he loves يعني ايه الأطعمة. Which foods does he love, الأطعمة اللي هو بيحبها. قال لي he ate fish with rice. طبعا هنا لما اجي اجاوب بدأت به, طبعا ما ينفعش اجيب does تاني بس هزود على الفعل اس, فاكيد هقول he loves, he loves fish with rice. تعال نشوف الـ choices, الاختيارات. بيقول لي number one, I find it difficult to eat to the city. بيقول لي انا لقيت ان من الصعب to eat to the city, اكيد ان انا انتقل للمدينة فاقول move. move. the next, حبيبة eats will, يعني حبيبة بتاكل كويس, because is a difficult sport. طبعا حبيبة بتاكل كويس لان gymnastics
is a difficult sport. رياضة الكومباس دي رياضة صعبة. The next, let's go to the club to ايه for the match. طبعا هنروح النادي عشان نتدرب، وكلمة اتدرب معناها train. Train. Number four, حبيبة is a top in Africa. طبعا عارفين ان حبيبة مرزوق is a top gymnast. وجيمناست يعني لعيبة جمباز. My is to be a doctor، يعني بيقول لي ايه؟ ان انا اكون دكتور. طبعا ده حلمي، فلازم اقول my dream. My dream. The next, she goes to school and she is hard. طبعا she goes to school يبقى تذهب الى المدرسة. الزمن ده مضارع بسيط، وطالما قال لي and يبقى اللي بعده برضه هيبقى مضارع بسيط، يبقى and studies hard. And studies hard. Gymnastics، قلنا حبايبي gymnastics دي رياضة، والرياضة دي لا تعد، فبالتالي هقول is a difficult sport. حتى هنا حبايبي قال لي a difficult sport، ما قاليش sports خلاص، فبالتالي طالما قال لي sport لازم اقول gymnastics is. Gymnastics is، قلنا رياضات لا تعد، فبالتالي هقول gymnastics is. يبقى هنا ما يغرنيش الاس هنا واقول ار، لا gymnastics is. حبيبة is a great athlete، يعني حبيبة دي لاعبة العاب قوة عظيمة. A family lives in Cairo. طبعا هنا انا بقول اسرتها، يبقى لازم اجيب صفة ملكية ليها، فهقول her family. Her family. How often do you sports؟ طبعا الفعل اللي بيجي مع كلمة sport هو do، يبقى do sports. The next, busy means a lot of time doing things. يعني كلمة busy مشغول معناها ان ايه؟ كتير من الوقت بيفعل اشياء. اكيد كلمة يقضي وقت اسمها spending. Spending. طيب تعال نشوف كده، بيقول لي سليم don't play tennis after school. قلنا يا حبايبي المفرد ما ينفعش مع don't، بيجي معاه doesn't، فبالتالي هقول doesn't. Doesn't. The next, mathematics or، قلنا يا جماعة المواد لا تعد، فبالتالي هقول mathematics is، ما يغرنيش هنا الاس. She is a teen and live. طبعا هنا بتكلم مضارع بسيط، يبقى she بتاخد فعل في اس، فلازم اقول lives. تاني لازم اقول lives. The next, what's their names. What's their names. خلي بالك ان names هنا جمع. طيب طالما جمع ما ينفعش اقول معاها is ابدا، لازم اقول معاها or. يبقى what are their names. What are their names. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اشترك بسرعة وكمان فعل الجرس عشان يوصلك بقية الحلول ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. السلام عليكم.